السلام عليكم متابعين مصر زمان. الفيديو النهاردة عن الأميرة فايقة. ولدت الأميرة فايقة في 8 يونيو سنة 1926 في الإسكندرية، وهي الابنة الثالثة للملك فؤاد الأول والملكة نازلي، والأخت الشقيقة للملك فاروق. تعرفت الأميرة فايقة على فؤاد أحمد صادق في قصر المنتزه بالإسكندرية سنة 1944، حيث كان ضابط في تشريفات القصر. لم ينل تقارب الأميرة من ضابط التشريفات رضا الملك فاروق والملكة نازلي، فصدر قرار بنقله من التشريفات إلى الخارجية، وعمل سكرتيرا ثالثا للسفارة المصرية في مدريد بأسبانيا، ثم سافر للعمل في السفارة المصرية في الصين ومنها إلى بولندا. وبعد حوالي ما يقرب من 6 سنين سافرت الأميرة فايقة خلالها إلى الخارج مع والدتها الملكة نازلي وأختها الأميرة فتحية. تزوجت منه شرعا ومدنيا في كاليفورنيا في أبريل سنة 1950، وذلك دون موافقة شقيقها الملك فاروق على هذا الزواج. في مايو 1950 اجتمع مجلس البلاط الملكي وأمر بعودة الملكة نازلي والأميرتين فايقة وفتحية، وإلا سيحرمون من ألقابهم الملكية. كانت فايقة فقط هي من استجابت لأمر البلاط الملكي، فعادت إلى مصر بصحبة زوجها في 21 مايو 1950. بعد عودتهما تم منح زوجها فؤاد أحمد صادق لقب البكوية، بعد أن تم التصديق على زواجها منه في 4 يونيو سنة 1950 بحضور الشيخ عبد الرحمن حسين وكيل الجامع الأزهر. وعاش في قصر الدق المطل على النيل، والذي اشترته من أختها الأميرة فوقية بنت الأميرة شوكار الزوجة الأولى لأبيها الملك فؤاد، والتي غادرت مصر للعيش في سويسرا. عينت الأميرة فايقة رئيسة للهلال الأحمر المصري بموجب مرسوم ملكي صدر بتاريخ 10 أبريل 1951. وقامت الثورة هما خارج مصر، وكانت عودتهما إليها بعد مغادرة الملك فاروق لمصر 26 يوليو 1952. ظلت الأميرة فايقة وزوجها مقيمان في مصر بعد الثورة، فيما تمت مصادرة أملاكها ومجوهراتها ضمن باقي أعضاء الأسرة المالكة. كانت تمت مصادرة 5000 فدان ومصادرة بيت في الإسكندرية، وإن سمح لأسرتها باستخدامه حتى وفاتها. كما تمت مصادرة قصر الدق الذي استخدم كمقر لمجلس الدولة لفترة حتى تم بناء المقر الجديد الملاصق للقصر. في منتصف الستينيات سافر فؤاد أحمد صادق للعمل في لبنان، ثم سافر بعد ذلك للعمل كمستشار في اللجنة الأولمبية في المملكة العربية السعودية منذ أواخر الستينيات وحتى أوائل السبعينيات. فكانت الأميرة فايقة تتنقل بين مصر ولبنان والسعودية. تبرعت على نفقتها الشخصية ببناء مسجد قائم على الآن حتى الآن بالمدخل الخلفي للنادي الأهلي بالجزيرة. توفت الأميرة فايقة في 7 يناير سنة 1983 بعد معاناة استمرت 13 سنة مع مرض السرطان، ودفنت بمدفن عائلة زوجها بالبساتين. رحم الله الأميرة فايقة.